مرحبا بكم في تتمة ديال الفيديو ديال الأعداد الأولية لدرس مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية ومبادئ في الحسابيات. غتشوفوا في الفقرة التالية نهضروا فيها على تفكيك الأعداد الصحيحة الطبيعية إلى جزء عوامل أولية. كاين واحد الخاصية اللي غنقبلوا بها هو أن كل عدد صحيح طبيعي يمكن كتابته على شكل جزء أعداد أولية. نعطي مثال باش يبان لكم اش كنقصد بهاد الجملة. هنا ناخدو عدد كيف ما كان، ناخدو مثلا العدد 100. 100 نقدر نكتبو على هاد الشكل هذا، نقول 100 هو جوج في جوج في خمسة في خمسة. كلكم تأكدوا من الحساب، هو جوج أربعة، خمسة في خمسة 25، أربعة في خمسة هي 100. هاد اثنان اثنان خمسة خمسة، هذه كلها فهي تمثل أعداد أولية. يمكن لكم تأكدوا من هذه الخاصية، خذوا أي رقم كيف ما كان. ناخذ مثلا 83، نقدر نكتب 83. 83 هو في حد ذاته عدد أولي، يعني نقدر نكتبه هو 83 لو بغيتي تقول، وهذا عدد أولي. يعني سواء كان العدد أولي في حد ذاته ولا غير أولي، فإنه يمكن كتابته على شكل جذع أعداد أولية مختلفة أو لا متساوية. فاش كينفعنا التفكيك؟ التفكيك كينفعنا كيبسط علينا بزاف الأمور. أول حالة، أول حاجة نعطيكم كيفاش نقدروا نفكوا عدد إلى جذع عوامل أولية. طرقات الحساب، طرقات الحساب قولوا على انها مقبوله، يعني ما عندكم ما تبرهنوا فيها. مثلا ناخذ مثال، انا في الدرس كيعجبني نعطي الامثله باش كسهل الامور. فكك الى جذع عوامل اوليه العدد التالي، الى جذع عوامل اوليه العدد التالي. ناخذ جوج الاعداد، ناخذ العدد ان 248، ناخذ العدد ام اللي هو 1200. اول حاجه المعلومه اللي خصني نكون عارف هو بعض الاعداد الاوليه الترتيب ديالها. الاعداد الاوليه منين كتبدا؟ كتبدا من جوج، ثلاثه، خمسه، سبعه، وانا طالع 11، 13، 17، 19 ويا غاديه. هادو هما الاعداد الاولية بالترتيب. الطريقه هي التاليه، كناخذ العدد ديالي مثلا، ناخذ 248 وكنحط انا واحد العارضه عموديه، وكنبدا نقسم هذا العدد على الاعداد الاوليه في الترتيب. يعني كنجرب نقسم 248 على جوج، والخارج كنكتبو هنا 248 مقسومة على جوج يعطيني هو 124. كنعاود تاني نقسم على جوج يعطيني 62. كنعاود نقسم على جوج كيعطيني 31. واش كتقسم هذا على جوج؟ لا. اذا كان اليميني الجوج. كندوز لثلاثة، 31 كيتقسم على ثلاثة؟ لا، كان اليميني ثلاثة. وهكذا، 31 كتقسم على خمسة؟ لا، كان إيليميني خمسة. 31 كتقسم على سبعة؟ لا، كان إيليميني سبعة. كتقسم على 11، إيليميني 11. 13 كذلك، و 17 كذلك، 19 كذلك. كنبقى نبقى نبقى كنستنتج بأن كنلاحظ بأن 31 أيضا هو عدد أولي، وبالتالي كنكتبو هنا. علاش؟ لأن 31 عدد أولي. من 31 مقسوم على 31 هي واحد. ملي كنوصل لواحد هنا كنوقف، وبالتالي كنقدر نكتب العدد 248 هو 2 في 2 في 2 في 1 و 3. أولا ككتابة مبسطة نقدر نكتب هو 2 أس 3 في 1 و 30. نديرو مثال آخر باش يوضح لكم. نشوفو العدد M،
قلنا أول حاجة كنحط أمامي لائحة الأعداد الأولية مرتبة ترتيب تزايدي، عندي 7 11 13، طبعا مع الممارسة غتحفظوهم على الأقل، بعد تل 19، وناخد العدد ديالنا هو 1200. قلنا كنرسمو مستقيم هنا، واحد القطعة مستقيم، وكنكملو الحساب ديالنا. عندي 1200 كنقسمها على جوج، كنبداو الترتيب من هنا. 1200 مقسومة على جوج هي 600، 600 على جوج هي 300، 300 على جوج هي 150، 150 على جوج هي 75، 75 على جوج ميمكنش، كنحبس. 75 كتقسم على 3، نعم 75 مقسومة على 3 هي 25، 25 كتقسم على 3، لا كنإليميني 3، وهكذا. 25 مقسومة على 5، نعم قسمتي على 5 تعطيك 5، 25 كتقسم على 5، نعم 5 مقسوم على 5 هي 1. كنوصل لواحد كنوقف، كتكون انتهت العملية ديالي. وبالتالي نقدر نكتب 1200 هو 2 أس 4 في 3 في 5 أس 2، هذا هو الجواب. إذا في الحالة كنتمكن من تفكيك العدد 1200 إلى جذع عوامل أولية من بين الاستعمالات ديال التفكيك. كنقدر نستعمل التفكيك لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر. عندي لكم مثال باش تعرفوا كيفاش كنستعملوا التفكيك باش تلقاو مضاعف مشترك الاصغر. يعني لو بي بي سي ام ناخذ مثلا عددين نديرو 24 ونديرو 28 مثلا، شنو مضاعف المشترك الاصغر ديال 24 28؟ اول حاجه كنمشي كنفكك العدد 24، التفكيك ديال العدد 24 اش غيعطيني، ونفكك العدد 28. تفكيك ديال العدد 28 حتى هو نشوفو شحال غيعطيني. تفكيك ديال العدد 24 كنا كناخدو الأعداد الأولية بالترتيب، يعني ناخدو جوج، 24 على جوج هي 12، نقسم على جوج هي 6، نقسم على جوج هي 3، وكنقسم على 3 هي 1، كندير ستوب. وناخد 28، 28 نقسم على جوج هي 14، 14 على جوج هي 7، 7 كنقسمو على 7 تبقى ليا 1. كيفاش كنلقى المضاعف المشترك الأصغر؟ الأعداد اللي عندي هنا وهنا كنضرب عليهم، كنضرب على واحد فيهم، مثلا كاين جوج هنا وجوج هنا، إذا نحيد هاد الجوج. كاين جوج هنا وجوج هنا، مثلا خليت هاد الجوج نأطرها. كاين جوج هنا وجوج هنا، إذا نضرب على هادي ونأطر هادي، غتبقى ليا هنا جوج ما كايناش هنا، ثلاثة ما كايناش هنا، وسبعة ما كايناش هنا. إذا الـ PPCM طريقة كتقول لي أن الـ PPCM هو الجذع ديال هاد الأعداد اللي عندي هنايا، يعني هو جوج أس ثلاثة في ثلاثة في سبعة، أي أنها هي 21 في 8 اللي هي 168. مفهوم الطريقة؟ الأعداد اللي عندي مضوبلة كنضرب على واحد ونحتفظ بواحد، كنضرب على واحد ونحتفظ بواحد، واللي ما مضوبلش كنخليه، وبالتالي غيولي عندي جوج وجوج وجوج هنا، هما ثلاثة جوجات وثلاثة هنا وسبعة هنا. هذه هي الطريقة ديال إيجاد المضاعف المشترك الأصغر. نشوفوا دابا الطريقة لإيجاد القاسم المشترك الأكبر. طريقة لإيجاد القاسم المشترك الأكبر، طبعا كنديرو مثال نشرح لكم الطريقة. لو بي جي سي دي ناخدو مثلا ديال 40 و60،
ستيل مثلا، قلنا كنفكو العددين، ناخدو نفكو العدد 40 ونفكو العدد 60، كنديرو العارضة العمودية هنايا وكنحسبو 40 مقسومة على جوج هي 20، مقسومة على جوج هي 10، مقسومة على جوج تعطيني 5، وخمسة على 5 تعطيني 1. كنوقفنا. 60 نقسم على جوج تعطيني 30، 30 على جوج تعطيني 15، 15 على 3 تعطيني 5، 5 على 5 تعطيني 1. جو في ستوب. طبعا التفكيك مع الممارسة غيولي تحسبو بحالو، كيولي داكشي كيجيكم بسرعة، خاص غير شوية الرياضة شوية تراكسيون باش تسهل عليكم العملية. نشوفو دابا نحدو عدد اللي كاينين هنا وكاينين هنا هما اللي كنحتفظوا بهم، يعني كاين هنا وكاين هنا، كاين هنا وكاين هنا، ها هو الجوج، وهاد الجوج كنضرب عليه، هاد الجوج كاين هنا وكاين هنا، دونك كنحتفظ به. هاد الجوج بحال كتقول ملي كنحتفظ طبعا اوتوماتيكمون كنشطب على هذا، احتفظت بواحد كنشطب على الاخر، نحتفظ بهذا نشطب على هذا، هذا كي ما كاينش هنا كنشطب عليه، كاين هنا وهنا كنحتفظ به وكنشطب على هذا وكندوز ثاني جهه اخرى. ثلاثه كاينه هنا، كاينه هنا، لا ما كايناش ما معاوداش كنشطب عليها. يعني اش بغيت نقول؟ ان العدد الا كان معاود كنشطب عليه وكنحتفظ بواحد، ما كانش معاود كنشطب عليه، وبالتالي بي جي سي دي ديال 40 و60 هو جوج في جوج في خمسة، اللي هو 2 أس 2 في خمسة، اللي هو 4 في 5، اللي هو 20. بحال هكا كنستعملو التفكيك لإيجاد القاسم المشترك الأكبر ولإيجاد المضاعف المشترك الأصغر. باش تثبتو مزيان هاد الخاصيات وهاد الطرق الطرائق اللي عطيتكم باش تحسبو، كنطلب منكم انكم ديروا بزاف وبزاف وبزاف ديال التمارين باش هادشي يولي يجيكم بسيط وسهل. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحصه ديال اليوم، ونضرب لكم موعد جديد وفيديو اخر على كيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.